مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقه جديده هنكمل معاكم زياره البابا تودروس للفاتيكان. هو راح يوم الاربعاء 10 مايو وكانت نهايه الزياره يوم الجمعه 12 مايو، يعني 10 و11 و12 ثلاث ايام كان في زيارته للفاتيكان. طبعا تقابل مع البابا فرانسيس في ساحه القديس بطرس والقى كلمه، واحنا شرحنا باستفاضه عمل ايه في اول يوم وزار مبنى الفاتيكان بعدها، وبعدين تاني يوم راح متحف الفاتيكان وزاروا كنيسه هناك وكانت اجواء وعملوا تبادل هدايا. احنا خدنا رفات القديسه كاترين واهدناهم قطعه من ملابس الشهداء ليبيا. طبعا كان في اجواء على السوشيال ميديا، كان في ناس مبسوطه من الزياره وقالوا الزياره كانت ايجابيه وما فيهاش اي يعني اي اتفاقيات تمت ولا اي حاجه، وقالوا مدام لحد كده الزياره موفقه جدا ما فيهاش اي حاجه. لكن تعالوا بقى نتابع معاكم يوم الجمعه تم ايه، علشان انا معاكم يوم بيومه نغطي الاحداث. يوم الجمعه 12 مايو 2023 زياره قداسه البابا تصدر عناوين الصحف الرسميه للفاتيكان. تصدر زيارة قداسة البابا تورس الثاني للفاتيكان عناوين صحفية، وأفردت الصحيفة صفحتها لتتناول لقاء قداسة البابا تودروس مع قداسة البابا فرانسيس بتفاصيله، وجاءت العناوين الرئيسية للجريدة كما يلي: مقابلة قداسة البابا فرانسيس مع قداسة البابا تودروس أمثلة ونماذج للعالم كله، إدراج الشهداء الأقباط 21 الذين استشهدوا في ليبيا في سنكسار كنيسة روما، البابا تودروس الثاني تجمعنا محبتنا لخدمة الله والإخوة، عناق يتميز بالصداقة الأصيلة. وألتقى قداسة البابا تورس الثاني قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أمس في اجتماع مغلق المكتب البابوي بالقصر الرسولي قبل أن ينضم إلى وفدي الكنيستين، حيث صلوا معا صلاة مسكونية وألقى البابوان كل كلمة محبة. طيب تعالوا بقى نشوف دي بعض الصور. يوم الجمعة برضو عملوا ايه؟ قداسة البابا يزور مكتب الكنائس الشرقية وسكرتير السينودس في ختام لقاءاته بالفاتيكان.
زار قداسة البابا طرس الثاني اليوم الجمعة قسم الكنائس الكاثوليكية الشرقية بالفاتيكان، حيث في استقبال قداسته سيادة الكاردينال جوجوريتي رئيس القسم وأعضاؤه، واستمر اللقاء حوالي 90 دقيقة. تحدث خلالها سيادة الكاردينال عن تاريخ الكنيسة والكنائس الكاثوليكية الشرقية، وعن تاريخ الحوار بين الكنيستين القبطية والكاثوليكية عبر 50 سنة الماضية. ومن جانبه تكلم قداسة البابا تورس عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ تأسيسها على يد القديس مرقس الرسول قاروز الديار المصرية، والصعوبات التي واجهتها وكيف كانت يد الله تعمل دائما فيها. وأكد وفد الكنيسة القبطية خلال اللقاء أن عمق المحبة الذي نعيشه هذه الأيام لابد أن ينشأ عليه أطفال كنائسنا، حتى يتعلموا أن المحبة هي بذرة الوحدة وهي التي تجمع اختلافنا وتنوعنا. وأشار الوفد أن حياة التقوى وتقديم الشهادة الحية هي جزء من الوحدة. وبعد انتهاء الزيارة توجه قداسة البابا والوفد المرافق للقاء سيادة الكاردينال ماريو سكرتير سينودس إساقفة الكنيسة الكاثوليكية، الذي أكد أن زيارة قداسة البابا تودرس الزيارة لها أهمية خاصة، حيث أن الكنيسة الكاثوليكية تعيش مسيرة مجمعية مبنية على 3 أسس هم الوحدة والشراكة والكرازة. ونحن نعرف أن الكنيسة القبطية مثل باقي الكنائس الشرقية لديها غنى مجمعي، ولذلك نتطلع إلى هذه الخبرة بشكل أكبر، نتبادل خبراتنا معا. وأضافة، والآن أطلب من قداسة البابا أن يبارك المسيرة ويرافقنا بصلاته. ثم ألقى قداسة البابا كلمة قال فيها: نحن نسعد بهذا اللقاء. وقد سعدنا بمقابلة قداسة البابا فرانسيس وترحيبه الحار، وأريد أن أقول لكم يا أحبائي أن الكنيسة القبطية كنيسة قوية، فأعضاء الكنيسة في مصر يبلغ عددهم حوالي 15 مليون وخارجها 2 مليون قبطي يحبون الكنيسة. وإذا زرتم مصر سترون 3 أهرامات، وكذلك للتاريخ القبطي المسيحي في مصر 3 علامات رئيسية يمكن نسميها أهرامات الكنيسة القبطية الثلاث. هي الهرم الأول التعليم اللاهوتي الأرثوذكسي، والذي بدأ منذ مرمرقس، منذ أن أسس الكنيسة في القرن الأول الميلادي، ولكن قبل القديس مرقس جاءت العائلة المقدسة إلى مصر وباركت أرض مصر، ولذلك نحب نعيش على أرض مصر، وهذا يجعل كنيستنا قوية في تعليمنا الأرثوذكسي. الهرم الثاني هو الاستشهاد، فكنيستنا نسميها كنيسة الشهداء، قدمت شهداء كثيرين. والهرم الثالث الرهبنة، فالراهب الأول في العالم هو القديس أنطونيوس الكبير، وما زال وديره موجود بالبحر الأحمر، والرهبنة في الكنيسة رهبنة حية، سواء رهبان، عبادة وصلاة. تمتد الكنيسة اليوم إلى أغلب بلاد العالم، ولدينا مدارس الأحد للأطفال وخدمة شباب، ويوجد بكل كنائسنا اجتماع أسبوعي للشباب، ونهتم كذلك بالأسرة، ونحاول أن نحافظ على الأسرة مما نسمعه من انحرافات حاليا في العالم. واستعرض نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي سكرتير المجمع المقدس مهام ودور المجمع المقدس للكنيسة القبطية، مشيرا إلى أن عدد أعضائه 135، وأنه مقسم إلى لجان متخصصة لدراسة كل الأمور الكنسية والخدمية. طيب،
طيب دي كانت زيارات يوم الجمعة. اخر بقى حاجة عملوها زيارة قداسة البابا للسفارة المصرية بروما. زار قداسة البابا طولوس الثاني والوفد المرافق لقداسته مساء يوم الجمعة مقر السفارة المصرية في روما في مستهل زيارته الرعوية لإيطاليا عقب انتهاء زيارته للفاتيكان. كان في استقبال قداسته السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا وأعضاء السفارة، وأقيم حفل عشاء على شرف قداسة البابا. حضره عدد من المسؤولين الإيطاليين من بينهم السفير فرانشيسكو ماريا المستشار الدبلوماسي لرئيس مجلس الوزراء الإيطالي، والسيد أندريا المبعوث الخاص لحماية الحريات الدينية والحوار بين الأديان. ومن السفارة المصرية حضر السفير محمود طلعت سفير مصر لدى الفاتيكان، واللواء أحمد إبراهيم ملحق الدفاع والوزير مفوض ناجي نائب السفير. وتحدث السفير بسام راجي بكلمة محبة قال فيها: أنا على المستوى الشخصي متابع قداساتكم، ولي الحظ أن أكون سفير لمصر وقت زيارة قداساتكم لإيطاليا، وكان لي الشرف أن أزور قداساتكم في لقاءات عديدة خلال زيارة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة في كل عيد ميلاد مجيد، ونحن نلمس جميعا في شخصكم المحبة والسلام. والحقيقة قداساتكم وجهة مشرفة لمصر، والسفارة تشرفت بزيارة قداساتكم. من جانبه شكر قداسة البابا السيد السفير وقال: نحن نعمل معا من أجل الجمهورية الجديدة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحقيقة سيادة الرئيس يحاول أن ينمو بالمجتمع المصري. ويذكر أن السيد الرئيس قام بمعركتين، الأولى ضد الإرهاب الذي أثر على مصر ودول كثيرة وانتهت هذه المعركة، أما المعركة الثانية فكانت من أجل التنمية من خلال مشروعات جديدة من ضمنها العاصمة الإدارية التي بدأت بداية روحية من خلال بناء أكبر مسجد وأكبر كاتدرائية. ووجه كلامه للحضور قائلا: فمصر يا أحبائي قلب العالم، وهي سبب استقرار منطقة الشرق الأوسط، كما أن إيطاليا أيضا مفتاح أوروبا. واختتم: أشكركم على محبتكم وعلى هذه الضيافة الكريمة، ونفرح في كل مكان يكون فيه اسم مصر. دي كانت الزيارة، راحوا السفارة آخر حاجة اختتم ليها. تعالوا نشوف مع بعض قبل الصلاة المسكونية اللي تمت ما بين البابا فرانسيس والبابا توادروس قبل لقاء الوفدين. كانوا بيعملوا صلاة مع بعض، تعالوا نسمع مع بعض قالوا ايه. طبعا دي الالحان بتاعتنا، دي قالوها قدام البابا فرانسيس قاعد معه ماما. الوفدين قاعدينهم يا جماعة، الوفدين
ده برضو كان في لقاء اخر مع الاساقفة كلهم مع البابا توادروس، وكانوا برضو في الفاتيكان. تعالوا نسمع قالوا ايه. الحنفيه يا جماعه الأساقفة كلهم بيقولوا اللحن يا جماعة، والوفد الثاني واقف ساكت، يعني احنا بنتكلم اللحن اهو وهم قاعدين يستمعوا للحن الألحان. قال لهم آخر السوسة نستي، قالوا له أي سوسة نستي. فكركم. Adesso il nostro cerimoniere ci dice che passiamo nel corridoio per. هم قالوا اللحن الأساقفة قبل ما يقعدوا مع الوفد الكاثوليكي عشان يقعدوا مع بعض قاعدة كده. فكانوا قعدوا في الاجتماع بتاعهم 90 دقيقة زي ما احنا قرينا في الخبر من شوية، وكانوا الألحان القبطية داخل الفاتيكان، فكانوا عملوا حاجة حلوة جدا جدا ان كانت الألحان القبطية كانت حاضرة في ساحة القديس بطرس وكانت حاضرة في المبنى الفاتيكان نفسه. كانوا قاعدين علشان يتقابلوا مع بعض الوفد ده مع الوفد ده، وكده تكون انتهت الزيارة. كان آخر يوم الجمعة 12/25/23، ويوصلوا بألف سلامة يا رب لمصر، ونتمنى لهم يرجعوا بألف سلامة، ونصلي نصلي يا جماعة، نصلي من أجل الوحدة، ونصلي الوحدة مش هتتم إلا لما يكون في وحدة في الإيمان أولا. يرجعوا قبل مجمع خلقدونيا وكأن مجمع خلقدونيا لم يكن، وارجعوا إلى ما قبل مجمع خلق دنيا، ونبقى كلنا واحد زي زمان قوي قبل 451. شوفوا كنا ازاي مع بعض، وارجعوا قبل 451 كلنا كنا كنيسة واحدة، كناش بقى في طوائف، ولا ده كان بيقول ايه ولا ده كان بيعمل ايه، والخلافات العقائدية دي كلها تتزال، والحرمات كلها تترفع، وكلنا كلنا نكون ماشيين على الإيمان الصحيح المستقيم المسلم من الآباء الرسل القديسين. مش معضلة يا جماعة، الموضوع سهل وبسيط. نرجع، الكتاب المقدس بيقول إيه؟ نرجع للآباء الأولين بيقولوا إيه؟ آباء القديسين بيقولوا إيه؟ هي دي الكنيسة ماشية وقائمة عليهم، المجامع المسكونية للمعترفين بيهم. ما الموضوع بقى مجمع خلقدونيا وحصل بعدها التقسيم وهو ده اللي فرقنا، وحصل كنائس خلقدونية وكنائس لا خلقدونية وتقسمنا بعدها. ارجعوا إلى ما قبل مجمع خلقدونية وخلاص، والوحدة تتم، ويبقى فيه وحدة إيمان، ونرجع تاني
اشوفكم على الف خير. تحياتي، اشوفكم في حاجات جديده. يلا سلام.